طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده احنا ان شاء الله هنحل تمارين منهج كونكت فور كتاب المعاصر يونيت 1 الوحدة الاولى ليسن 1 الدرس الاول. طبعا احنا شرحنا الدرس وهيظهر لك دلوقتي فوق جنب علامة الاي شرح الدرس، والنهاردة هنحل التمارين، وده الجديد على القناة ان احنا بنحل التمارين مع بعض من الكتاب. طيب، اول سؤال مبني على الاستماع، فهو بيقول لي، تعال كده نقرا السؤال لحبيب قلبي مع بعض. بيقول لي listen، استمع، and write، واكتب. انت هتسمع قطعة دلوقتي وبعد كده دورك انك هتكتب. هتكتب ايه؟ تي دي بترمز لترو، ترو يعني صح، يبقى الجملة اللي احنا هنقراها لو صح بنكتب تي. اور اف يعني فولس، يعني غلط. لو الجملة اللي احنا قريناها دلوقتي غلط اكتب F. طبعا هنشوف الكلام ده هنطبقه ازاي مع بعض، يلا بينا. دلوقتي حبيب قلبي انا عاوزك لاغي كل حاجة بس مشغل ودانك معايا وتسمع الكلام اللي انا هقوله. بقولك in Egypt، ركز حبيبي، in Egypt we grow rice tomatoes and onions. خلاص، in Egypt we grow rice tomatoes and onions. Farmers raise chickens. ليه؟ to get، علشان يحصلوا على eggs and meat. هقولها تاني، farmers raise chickens to get eggs and meat. Farmers produce قلناها في الفيديو في الشرح. Farmers produce many things. Farmers produce many things. Our food is delicious. Our food ماله is delicious. Our food is delicious. طيب تعال بقى نقرا الثلاث جمل اللي معانا. اوكي، لو الجملة اللي قرناها صح هنيجي هنا عند التي وهنكتب تي ونسيب الاف فاضيه. التي يعني صح والاف يعني غلط، ترو وفولس. طيب الجمله الاولى اللي هنقراها لو غلط هنسيب التي يعني صح وهنيجي عند الاف اللي هي فولس غلط ونكتب حرف اف، يعني الجمله دي فولس غلط. فبيقول لي we grow rice in Egypt. We grow rice in Egypt يعني نحن نزرع رز في مصر. احنا سمعنا القطعة وعرفنا ان احنا بنزرع رز في مصر. الجملة دي true ولا false؟ لا، الجملة دي true، صح. خلاص، يبقى انا هاجي هنا واعمل T. الجملة التانية بيقول لي farmers مالهم raise chickens، تمام، to get eggs and meat. farmers raise chickens، بيربوا الدجاج، to get eggs and meat، علشان يجيبوا من الدجاج او يحصلوا على البيض واللحم. فعلا ترو صح، سمعناها كده في نص الاستماع. طيب our food، خلي بالك نمبر 3، our food isn't، دي isn't مش is. our food isn't delicious. طيب يعني ايه isn't؟ يعني مش او لا يكون. our food طعامنا isn't delicious، لا يكون لذيذ. لا، هو لذيذ. الجملة دي غلط، يعني false، فهاجي هنا عند ال F واعمل F. اوكي، ده السؤال الاول. نيجي للسؤال التاني، بيقول لي read يعني اقرأ. هنقرأ هنا ونقرأ هنا. and match يعني وصل A with B، هنقرأ ونوصل. اوكي، اول حاجة بيقول لي Egyptian farmers، الفلاحون المصريون. يا ترى هوصلها بإيه من هنا؟ مثلا to keep and feed them to get eggs and meat. is a fruit، فاكهة. لا، to build houses for chickens، لكي يبنوا بيوت للدجاج. في حاجة اسمها الفلاحون المصريون لكي يبنوا بيوت؟ لا. grow rice، بيزرعوا رز، onions، بصل، and tomatoes، وطماطم. صح، هي اكيد دي. our country، بلدنا، وعلامة استفهام. do we produce in Egypt، بننتجه في مصر؟ لا، هي Egyptian farmers grow rice onions and tomatoes. طيب اوصل؟ لا، الشكل العام هيبقى مش كويس. دي Egyptian farmers number one، هنوصلها هنا بدي. الدي جنبها مربع، المربع ده نكتب فيه one، يبقى one هنا، one تكملتها هنا.
Egyptian farmers grow rice, onions, and tomatoes. طيب raise chickens يربي دجاج is يعني أو بيكون يربي دجاج is to keep and feed them to get eggs and meat. أيوة فعلا نربي دجاج يعني نرعاهم نحافظ عليهم and feed them ونطعمهم ليه to get eggs and meat يبقى to هنا بأي يبقى هاجي هنا وأعمل to. طيب number three what food بص دي what بسأل يبقى أكيد أنا هوصلها بعلامة استفهام يعني يا E يا F هم دول اللي آخرهم علامة استفهام. طيب what food our country ما الطعام دولتنا لا طيب what food do we produce in Egypt ما الطعام اللي بننتجه في مصر يبقى 3 بF. number 4 بيقولي which food برضو بيسأل يبقى أكيد بعلامة استفهام أكيد الجملة بتاعت which food دي آخرها علامة استفهام هنا اللي آخره علامة استفهام دلوقتي E. طيب تعالى نقرأ كده which food comes from أي طعام بيأتي من our country بلدنا أي طعام بيأتي من بلدنا هعمل هنا 4. طيب number 5 بيقولي a mango المانجا أوكي أنا معايا B و C دلوقتي a mango is a fruit ولا a mango to build houses for chickens لا a mango is a fruit المانجا بتكون فاكهة يبقى هنا 5. السؤال رقم 3 بيقولي read اقرأ and complete the text وأكمل النص with words from the box بكلمات من الصندوق. الصندوق عندك فيه 4 كلمات watermelons البطيخ raise يربي grow يزرع sugar cane قصب السكر. طيب احنا هنبدأ نقرأ القطعة ونشوف الفراغ ده نحط فيه اي كلمة من الاربعة. بيقولي هنا fruits نقرأ مع بعض كده ونركز ونترجم fruits grow هنا grow مش تزرع اصلا مش هينفع يعني الفاكهة تزرع هنا grow تنمو fruits grow الفاكهة تنمو in different times different حبيبي يعني مختلف different times أوقات مختلفة of the year في العام فعلا وقت الموز وقت البرتقال وقت المانجا وقت البطيخ الفاكهة تنمو في أوقات مختلفة في العام وي يا ترى بقى وي نحن إيه different kinds in Egypt أنواع مختلفة في مصر أقصد أنواع مختلفة من الفاكهة تعالى كده نفكر يا ترى وي watermelons إحنا بطيخ أنواع مختلفة في مصر طيب we raise إحنا بنربي هو الفاكهة بتتربى لا we grow إحنا بنزرع أكيد أكيد طبعا we مش sugar cane إحنا قصب السكر لا we grow إحنا بنزرع يبقى أنا هكتب هنا grow we grow خلاص أنا خدت grow خلاص أنا خدت grow مش هكتبها تاني we grow different kinds in Egypt إحنا بنزرع أنواع مختلفة في مصر mangoes المانجا and a المانجا وايه grow in summer بتنمو في الصيف يا ترى المانجا وايه طيب المانجا والبطيخ ولا المانجا وقصب السكر بص كمل هتلاقي واحدة البطيخ او قصب السكر هتيجي هي اللي ينفع تيجي فاكيد التانية هي اللي هتيجي مع المانجا طبعا هو المانجا والبطيخ هما اللي بينمو في الصيف mangoes and watermelons هنكتب هنا watermelons البطيخ طيب grow in summer هم بينمو في الصيف we get sugar احنا بنحصل على السكر from هنا بقى اقول sugar cane we get sugar بنحصل على السكر from sugar cane اللي هو قصب السكر بعد كده قال لي fruits are delicious الفاكهة لذيذة احنا خدنا كده ثلاث كلمات بقيت كلمة raise اللي هي ربي ما خدناهاش السؤال الرابع سؤال قطعة هنقرأ القطعة دي ونفهمها كويس ولما نفهمها كويس هنلاقي نفسنا بنحل عليها بكل سهولة طيب تعالى الأول قبل ما نبص للأسئلة تعالى نقرأ القطعة ونقراها ونفهمها بيقول لي read اقرأ the text اقرأ النص and answer وأجب على the questions الأسئلة طيب يلا نقرأ النص farmers الفلاحون are very important very important مهمين جدا for us لينا وظيفة الفلاح ده وظيفة مهمة جدا لينا ليه they produce
a lot of food. Okay, they produce بينتجوا a lot of food الكثير من الطعام for us لينا طب ينتجوا لنا الطعام to eat علشان ناكله. They grow rice in Egypt. They هم الفلاحون grow rice in Egypt. They also أيضا also أيضا grow vegetables أيضا بيزرعوا vegetables خضروات like tomatoes and onions زي الطماطم والبصل. كمان they grow fruits بيزرعوا فاكهة like مثل watermelons and bananas. We can raise chicken احنا نقدر نربي الدجاج to get eggs and meat لنحصل على البيض واللحم. طيب السؤال الأول بيقول لي read and write true or false برضو true false صح وغلط زي ما احنا تعودنا. Farmers grow fruit حلو الفلاحون بيزرعوا الفاكهة خلي بالك only 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 يعني فقط ايه ده بيزرعوا فاكهة فقط لا ده بيزرعوا رز بيزرعوا خضروات ما بيزرعوش فاكهة فقط يبقى الجملة الأولى false الجملة الأولى غلط يبقى هعمل هنا F واسيب true F يعني غلط false. طيب watermelons البطيخ and bananas والموز are fruits are بيكونوا fruits فاكهة الجملة دي صحيحة true يبقى هعمل هنا T true. طيب بعد كده بيقول لي answer أجب answer the following questions أجب على الأسئلة الآتية. Why لماذا لازم تكون عارف أدوات الاستفهام. Why are farmers لماذا الفلاحون very important مهمين جدا. ليه الفلاحون مهمين ليه مهمين أهو because هقوله because يعني لأن دي هكتبها من عندي دي because لأن طب لأن إيه يا ترى خد عندك بقى they produce a lot of food for us to eat لأنهم بينتجوا الكثير من الطعام لنا علشان ناكله because they produce جبت إجابتي منين من القطعة a lot of food for us to eat. بعد كده بيقول لي why برضو لماذا why do we raise لماذا نحن raise نربي chicken دجاج هنا بيقول لي احنا بنربي الدجاج ليه we can raise chicken اهم حاجة to get لكي نحصل على eggs and meat البيض واللحم فأقول له كده we raise chicken we raise احنا بنربي chicken الدجاج to لكي get لكي نحصل على eggs البيض and meat واللحم. طيب السؤال الخامس بيقول لك reorder رتب the words الكلمات to make correct sentences عشان تعمل جملة صح هو جاب لك جملة ملخبطها لك اللي واخد تحتها خط هي دي اللي هتبدأ بيها علشان نحل سؤال زي ده أول حاجة هنقرأ الكلمات متلخبطة وبعد كده نرتب وبعد كده لازم نقرأ الجملة بعد ما رتبناها تعال نقرأ كده farmers do what grow هنبدأ ب what أداة استفهام what دايما بعد أداة الاستفهام بنجيب فعل مساعد فبعد what هنقول do what do بعد كده نجيب الفاعل what do farmers ماذا الفلاحون what do farmers ماذا الفلاحون grow يزرعون what do farmers grow what do farmers grow مهم قوي السؤال ده حبيبي what do farmers grow ماذا الفلاحون يزرعون رقم 2 farmers Egyptian produce things many ابدأ بإيجيبشن Egyptian هتبقى Egyptian farmers الفلاحون المصريون Egyptian farmers الفلاحون المصريون مالهم Egyptian farmers produce بينتجوا produce بينتجوا طيب بينتجوا ايه many things اشياء كثيرة many things اشياء كثيرة Egyptian farmers produce many things الفلاحون المصريون بينتجوا اشياء كثيرة طيب تعال هنا كده بيقولك food mom's delicious lox ابدأ بmom's الأبوستروفي اس دي يعني في ملكية هتيجي بعد mom
هتبقى مامز فود، طعام ماما، الطعام بتاع ماما، ميلك ماما، مامز فود، مامز فود، طعام ماما. ماله؟ لوكس ديليشس، يبدو لذيذ. لوكس ديليشس، يبدو لذيذ. مامز فود لوكس ديليشس، مامز فود لوكس ديليشس. السؤال رقم 6 بيقول لي تشوز، اختر the correct answer from A, B or C. هنقرأ ونختار الإجابة الصح. يا ترى A is very delicious and sweet. Delicious لذيذ، وسويت يعني مسكر أو طعمه حلو. Rice الرز، لا الرز مش مسكر. Water المية، لا. Sugar cane قصب السكر، sugar cane. رقم 2، يا ترى هسأل بإيه عشان في علامة استفهام هنا. Food comes from our country، والإجابة rice. طيب تعال نجرب التلاتة كده. Why food، لماذا طعام يأتي من بلدنا، والإجابة الرز. When food، متى طعام يأتي من بلدنا، والإجابة الرايس، الرز. طيب which، أي which food comes from our country، أي طعام يأتي من بلدنا، والإجابة الرايس، رز. يبقى فعلا هي which. طيب رقم ثلاثة بيقول لي إيه يا ترى grow، بيزرعوا، vegetables، خضروات، for us، لينا، to eat، علشان ناكلها. هل هم الانجينيرز، المهندسون، farmers، الفلاحون، doctors، الأطباء، لا هم farmers، الفلاحون. طيب number four، we produce vegetables، احنا بننتج خضروات، like، مثل ايه، and potatoes، والبطاطس. يا ترى الخضروات زي الانيونز، البصل، ولا البنانز، الموز، ولا الووتر ميلون، البطيخ. لا الخضروات يبقى انيونز، بصل. Number five، chickens، الدجاج، give us، بيعطينا، الدجاج بيعطينا، eggs، بيض، ولا بيدينا milk، لبن، في دجاج بيدينا لبن، ولا grass، عشب، بيدينا eggs، بيض. طيب السؤال number seven، قال لي اكتب paragraph، write a paragraph، يعني فقرة. الفقرة دي من كم جملة؟ of four sentences، من أربع جمل. ركز في سؤال الباراجراف. طيب أنا هدي لك كلمات تساعدك، الراجل بيقول لك كده، قال لك أنا مش هسيبك لوحدك، لا أنا هدي لك كلمات تساعدك. خد يا سيدي، أنت هتكتب باراجراف على food in Egypt، الطعام في مصر. خد كلمة grow، يزرع، كلمة raise، يربي، كلمة produce، ينتج، وكلمة farmers، فلاحون، واكتب لي أربع جمل. تعال نحط كل كلمة من دول في جملة، هنلاقي نفسنا عملنا الأربع جمل. هنتكلم على إيه يا بطل؟ على food in Egypt، الطعام في مصر. طيب كلمة grow، يزرع، ما أنا ممكن أقول إن farmers grow rice in Egypt. يلا نكتبها. أكتب من أول السطر؟ لا، أول سطر بس، سيب مسافة ثلاث حروف كده وابدأ من هنا، ما تبدأش من أوله، تاني سطر ابدأه من أوله، لكن أول سطر زقه لجوه كده قيمة تلات حروف. فاكتب كده farmers، farmers grow rice in Egypt. طيب خلصت الجملة، المفروض إن الجملة الجاية هتبدأ هنا جنب الجملة مش تحتها، بس السطر كده كده خلص، فهنبدأ الجملة التانية من هنا. عاوز كلمة raise، يربي، ممكن أقول they، هم، بص بص السطر التاني بدأته من أوله، they raise، هم بيربوا. طب هم هيربوا إيه؟ they raise chickens، بيربوا دجاج، they raise chickens in Egypt، بيربوا دجاج في مصر. خلصت الجملة، اعمل فلسطوب نقطة لازم، ولما تبدأ الجملة ابدأها بحرف capital. طيب كلمة produce، ينتج، انا ممكن اقول farmers produce many things، الفلاحون ينتجون اشياء كثيره. طيب اهي farmers، شفت الاف كابيتال، لان دي جمله جديده، farmers الفلاحون produce، ينتجون many things، اشياء كثيره. خلصت الجمله، اعمل فول ستوب. بعد كده عندي كلمه farmers، اوكي الفلاحون، طب اقول ايه؟ قول مثلا farmers الفلاحون are، بيكونوا very important، مهمين جدا. اوكي خدت بالك؟ اول سطر ما بدأتوش من اوله، سبت ثلاث حروف وبدأته، لكن بعد كده ببدأ من اول السطر،
الجملة بتاعتي لما بتخلص بعمل في الستوب، لما ببدأ جملة جديدة ببدأها بحرف كابيتال. آخر سؤال بيقول لي punctuate، رقم. يعني رقم؟ يعني ظبط. اوكي، the following sentence، الجملة الآتية، يعني ظبطها، يعني ابدأها بحرف كابيتال. لو الجملة دي سؤال اعمل في الآخر علامة استفهام، لو جملة خبرية ما بسألش اعمل في الآخر فول ستوب نقطة. عندك بعض الكلمات كده لازم تبدأ بحرف كابيتال، زي أسماء الأشخاص يبدأ بحرف كابيتال، أسماء البلاد، المدن، الأيام، الشهور، الأماكن المشهورة، الحاجات دي لازم تبدأ بحرف كابيتال. عندك كمان بعد يس ونو بنعمل كما اللي هي الفصلة اللي تحت، في كمان apostrophe اللي هي الفصلة اللي فوق، بتتعمل عند الاختصارات لما اجي اختصر is او or او am، كل ده هنتدرب عليه. طيب هنا بيقول لي that's right، يلا نظبطها. اول حاجة لازم اول حرف في الجملة يبقى كابيتال، فهنا التي السمول دي لا هتبقى تي كابيتال كده، يبقى ده الصح. كلمة that المفروض يبقى ده شكلها. طيب الاس دي المفروض ان هي apostrophe s، يبقى في apostrophe هنا هتتحط اللي هي that is، المفروض that is، هو ما حطش الابوستروفي، الفصلة ما حطهاش، انا حطها. كلمة right اللي هي صحيح، لا كلمة عادية مش هنعمل فيها حاجة، ما فيش حد اسمه right. طيب الجملة خلصت، لازم نعمل في الاخر full stop او question mark، علامة استفهام، انا ما بسألش فهعمل full stop نقطة. That's right، ده كده الترقيم الصح للجملة. انا خلصت. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو، عرفت ازاي تتعامل مع الاسئلة. خلي بالك اسئلة الامتحانات هي هتكون الاسئلة دي، يعني الامتحانات مش هتيجي من بره، الامتحانات بتيجي من الاسئلة دي، فركز جدا في حل الاسئلة، ما تاخدش الحل جاهز، انت بتعرف الحل جه منين، بتقرا السؤال وبتحل. انا بحبك جدا وبشكرك انك وصلت للنقطه دي في الفيديو. ثانك يو فور واتشنج. لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو علشان تساعدني ان احنا نوصله لاكبر عدد من الناس. خلصنا. جود باي، مع السلامه.